أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ما تقدمه المرأة البحرينية من عطاءات وطنية زاخرة وإسهامات تنموية فاعلة وما تؤديه من أدوار محورية ومهمة. وأشار معاليه بمناسبة يوم المرأة البحرينية إلى أن رعاية واهتمام جلالة الملك المعظم لمختلف محطات تقدم ونهضة المرأة البحرينية يعتبر النواة والركيزة الأساسية للإنجازات والنجاحات التي حصدتها المرأة البحرينية. كما أشاد رئيس مجلس الشورى بالمبادرات الحكومية والجهود المثمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة لإدماج احتياجات المرأة في البرامج والخطط الوطنية. ونوه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مجالات الدعم والمساندة التي تحظى بهما المرأة البحرينية من قبل سمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشكل محوراً رئيسياً للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية.